الله معكم، منطل عليكم ببرنامجنا لون حياتي، لحتى يوم بعد يوم نشهد انه كل لون للفرح والحب والسلام والغفران ناخده من عند ربنا. واليوم عندنا خبرة جديدة مع شخص جديد رح يعرفنا ويشهد بدوره كيف ربنا لون حياته. عم نحكي كنا عن القديسين، كيف لو نرجع للقديس شربل وكيف نرجع للأشخاص يلي ساكنين بمحيط مطرح ما هو القديس شربل. من مشمش جبال عندنا شخص هو ظاهرة إعلامية، ظاهرة إنسانية، فنان موهوب، إنسان مميز قولاً وعملاً، الإعلامي الكبير بدر الحجة، شخص إذا بدنا نقول مهندس ديكور، إعلامي، خطاط، رسام، فنان، شو ما نخبر عنه قليل. هو ابن عيلة عريقة، عيلة مسيحية، عيلة بتكبر القلب. نحن منعرف أعضاء العيلة كلهم، منوجه لهم تحية كتير كبيرة، ومنكبر اليوم بهالشخص يلي هو كنز كبير بلبنان، بس ظروف الحياة اضطرته يروح على أستراليا، على بلده الثاني، ومن هنيك نقل معه كل محبته للبنان، كل محبته لأرز لبنان، وبلش هو هالأرز الصغيرة تكبر تكبر تكبر، اتزوج وصار عنده عيلة، ومن لبنان ومن أستراليا بادرو الحجة حبه للبنان ما بيوقف. أهلا وسهلا فيك أستاذ بادرو. شكرا ميراي على هالمقدمة الحلوة، شكرا لك، والحمد لله على سلامة الوالدة كمان. ميرسي. عم بسمع قصة إيمان. نشكر الله. هيك بدنا منك. كثير أثرتي فيي عن جد. حبيت. كثير أثرتي فيي. حلو كثير. هيك بنكون بنحب نختم معها لحتى نكون عم نبلش معك. قلنا إذا حدا هيك قاطع بهالقد خبرة ألم ووجع برأيك، خصوصي انتو الناس المؤمنين واللي بتصلوا وهيك بتضلوا عند مار شربل، قديش صعب الانسان يكون قاطع بمرض وهو عم ببلسم غيره، هو عم بيروقهم، قديه برايك هيدا الشيء سهل او صعب؟ كنتوا مريضا فزرتموني. حلو. هيدا نحن بننطلق من هالشيء الاساسي اللي اعطانا اياه الرب يسوع بالانجيل، وقديه بتنبسطي وقت تكوني عم تبلسمي جراح 100% مريض واقفه حده وعم تواسيه بأصعب ظرف بيمرق فيه. حلو. المرض كلنا متعرضين له، ما حدا فيه فوق راسه خيمة أبدا، صح. بس الإيمان هو الوحيد اللي بيخلصنا، وإذا اكتشفنا إيماننا مظبوط، يعني أنا بالنسبة لي عم بحكي من تجربة، كتر خير الله مكتشف إيماني وعم بعيشه بالتبشير اللي عم بعمله من خلال شغلي بالاعلام 100%. بدنا ننتقل هيك نقول لك كمان الحمد لله على السلامه، لنرجع ننتقل مع الاعلامي بدر الحجة لنشوف قديش هيك غربتك عن الوطن زادت ايمانك. انا بلشت غربتي من 10 سنين، من 12 سنه تقريبا، بوقت اللي فضلوا هول حاكمين هالبلد، يعني انا ما بسميهم الا حكام الظلم والفساد، ما بدي سمي شيء ابدا، يعني بالنسبه لنا نحن اليوم، انا بوقت شفت الشعب اللبناني كيف هو عايش، في ظالم وفي مظلوم. نعم. ما بدنا بقى نحط كفوف ونمشي بين النقاط بهالوضع اللبناني اللي عم بيعيشه اليوم. الشعب بكامله 4 مليون لبناني اليوم، وبالاضافه ل 18 مليون لبناني بالغربه عم بيعيشوا ذات الوضع اللي عم بيعيشه اللبناني اليوم. مزبوط. اوعي تفكري انه اللي عايش برا مبسوط. نعم. وانتم بعد يعني في وجع اكثر لانه بعاد جسديا قلبكم هون. انا فضلت انزل، انا قلت بدي اعيش هون يمكن تحس اكثر، لانه اللي انا حسيت، انا صار لي جمعتين هون. نعم. اللي كنت عم حسه برا اصعب بكثير اللي حسيته هون. اوف بس شو في ظلم هون على الواقع، اللي بدي اعيشيه برا اصعب اصعب. اوف اوف. طيب لانه من الصبح لعشيه لبنان بقلبنا. نعم. منتبع. نعم. اخباره. نعم. منشارك هموم العالم اللي موجوده. انا بالنسبه لي بالشغل بيشتغلوا بالاعلام. نعم. كل رسالتنا الاعلاميه نحن كلها سوا هي لبنان. طيب هي نحن الإنسان. اذا بدنا نعطي هيك صوره جديده غير اللي نحن بنعرفها عن بدر الحجة، انت كمان عملت اذاعه باستراليا بدرونت، منا سهل اليوم باستراليا اذاعه عم تنقل ارز لبنان وصوت لبنان وصوت ست فيروز وكل الاشخاص، خبرنا كمان، بهمنا كثير نعرف المشاهدين على هالتحفه البشريه يلي هيك مترجمه بهالاذاعه. انت عرفتي عني انه خطاط ورسام. نعم. ومهندس ديكور. انا نشوف اليافطات، كنا نشوفهم على الطرقات. مهندس ديكور، ورجعت فتحت مكتب هون حدكم على الدوره. أه. هلا بقى انا جاي من الدوره مشيت مشي هلا. ليك شو حلو، امرأة هيك عشت اللحظات حنين و
هيك بعد غيبة 3 سنين انا ما انا ما جيت لهون. حتى فتت على مكتبي السقف بعده مهبط الفولافون من ورا الانفجار. يعني انه يعني فتت اول ما فتحت الباب انا فتحته وفتت. عشت لحظات يمكن حنين، لحظات يأس، لحظات ألم، مثل ما عم يعيشها كل الشعب اللبناني، انه مكتبي ما بيبعد عن مرفق بيروت الا لمسافه صغيره، كثير قريب جغرافيا. صح، بس انا اللي عم بتفاجئ فيه وعم برجع اقول جريمه بحجم الوطن هزت كل العالم. اليوم الحكومه الاستراليه وقفت ضيقت صمت، الدوله الاستراليه بقيت على 4 5 اشهر تودي مساعدات وادويه للشعب اللبناني. كل العالم، مش عم بقول لك استراليا بس، كل العالم انهزت بهالفاجعه الكبيره. صح، الا ضماير هول الحكام اللي قاعدين على كراسيهم، الله يسامحهم، هول الكراسي يمكن احنا قاعدين 3 كراسي هلا ما بعرف قد ايه، ويمكن لهم 128 او ما بعرف قد ايه في، يعني ما بدنا نعدهم، نايمين ما حدا باله بشيء ابدا. طيب نحن يلي نحن يعني قلبنا واعي، اللي انا بوقت وصلت على المطار بكيت. أنا صار لي 3 سنين أنا لهلا عم ببكي على هيون، صار لي 3 سنين وجاي على لبنان. أنا أستاذ بدرو، كيف من البدرونات عم تنقل الإيجابية مقابل هالسلبية يلي موجودة وفارضة حالها؟ أنا عم بنطلق من هالشيء اللي حكيته هلا، من الحنين اللي عشته أنا بلبنان. أنا عشت الحرب، عشت طفولتي، عشت أهلي، عشت لبنان، عشت العز، عشت المهرجانات، أنا كنت أعمل مهرجانات فنية، عشت الفرح، عشت مثل عم تقولي لي الإعلانات اللي كان اسمي موجود عليها. نعم. خطاط ورسام بيدرو يمكن كل بيعرف، كل عم يسمع، كلنا من عشت لبنان الحلو، لبنان العز. يعني بوقت بشوف حولوا لي اياه لهالطريقه شو بدي احكي عنه. انا انا باستراليا وصلت على استراليا من 12 سنه، تجوزت، الله نعمني بشربل وبيير، الله يخلي لك اياه، وديان مدامتي كانت بسيره لبنان باكبر رعيه باستراليا. حلو. مستلمي كورال باللغه باللغه الانجليزيه، هيك بنوجه لهم تحيه كثير كبيره. انا بوجه تحيه ديان وبيير وشربل ولكل الشيء اللي خلي لك اياهم 100% لكل الاحباء باستراليا. وصلت على استراليا 10 سنين 12 سنه، قلت اذا بدي ابقى مثل كل المغترب باستراليا ما رح اقدر اعمل شيء. قلت حطيت لبنان بقلبي. حلو. وانت ذكرتي القديس شربل، القديس العالم اللي اليوم غزي كل العالم بعجيبه وبشفاعته. هلا بحكي لك كمان قصه عن رئيس الحكومه الاستراليه. نعم. قد ايه عنده ايمان بالقديس شربل. وصلت قلت اذا بقيت قعدت باستراليا اشتغلت بشغلتي كذا بدي دوب بهالبلد، بدي اشتغل بزنس طلع مصاري وانسى لبنان. قلت بدي اعمل شيء معه، وسيله ثانيه تقدر استمر انا وعائلتي بهالبلد بالاغتراب. يعني الاغتراب كثير صعب. بحب الاعلام انا، فتحوا لي شانس باذاعه راديو 200 استراليا، اللي بوجه تحيه لكل ادارتها وخاصه لزميلي الهام حافظ ولمدير الاذاعه. تحياتنا لهم ويعطيهم الف عافيه. يعطيهم العافيه لانه عم ينشروا لبنان الحلو 100%. من اكثر من 25 سنه عمر الاذاعه، يعني اول اذاعه ناطقه باللغه العربيه باستراليا. عملت برامج فنيه، انا كان ركزت على شغلي وحده بس، بدي بشر بلبنان الحلو، لبنان فيروز صباح ودي الصافي، لبنان اللي انا بعرفه. نعم. لبنان الارز، لبنان قديس شربل، جبران خليل جبران، هي لبنان اللي بنعرفه ننقله لابناء جاليتنا. هذا اللي بنحبه، هذا اللي بنحب يبقى، هذا اللي بنحب يبقى. من هونيك انطلقت فكره شلوح الارز او شيء ثاني؟ من هونيك انطلقت فكره لأنه شلوح كتير الارز، لانه عملت برنامج انا وزميلتي الهام حافظ، استقبلنا كبار النجوم، يعني من الدكتور ودي الصافي ماجد الرومي لشحرورة، يعني اكثر من 100 شخصيه لبنانيه لمده ساعه على الهواء، من حبركات سامي كلارك، لا يعني نجوم في عددهم، لنهاد طرباي، كبارنا حكيوا عن لبنان العز، لبنان حلو، وجهوا رسالتهم لابناء الجاليه وهيك كذا. رجعت انطلقت من فكره برنامج روح الارز، هي اللي عم تحكي عنها انت. نعم. بالاضافه لاذاعه راديو 200 عملت برنامج فيروز بالدار، فيروز بالدار، يعني هيدي الساعتين من الوقت بنحكي عن اغنيات. نعم. سيدي فيروز، عن المسرحيات، عن لبنان، كلها سوا بتتمحور بقصه لبنان. حلو. اذا بتسمعي فيروز يعني عم تسمعي انت صوره صغيره عن لبنان اللي بنحبه. حلو كثير. لبنان العز والكرامه. حلو. لبنان اللي عرفونا عليه الرحابنه. هالبرنامج انا بعده مستمر الحديث هلا، بعدني عم سجله
بمشمش هلا انا مش يعني انا هون مش صدفه عملوك سفير عن جد ان شاء الله يرجع وقت اللي تعينت سفير السلام العالمي بال 2005 بال 2005 2015 يعني اجى بوقت اللي كنت عم بعمل برنامج برنامج فني براديو تو ام اي اجى بوقت كنت عم بعمل شغلي بالجالية بالشغل الاجتماعي كنا عم نعمله بمساعده ابناء الجالية ابناء الوطن حلو يعني بالمناسبات اللي عم نعملها الفنيه اجتماعية واجا بوقت كنت عم بعمل برنامج كمان اسمه شلوح الارز هلا بيحكي عنه نعم هالبرنامج كثير كثير مهم عملت شانل خاصه فيي اسمها موقع لبنان باستراليا موقع لبنان باستراليا يمكن هو بينقل كل الاخبار الجاليه اللبنانيه والعربيه حلو باستراليا بيكون جسر عبور بين ابناء الجاليه والوطن نعم بننقل فيه كل شيء حلو عن وطننا لبنان وبالمقابل بننقل كل شيء من استراليا الحركات الثقافية الفنية وكلها بتتمحور بموضوع واحد هي لبنان لبنان حلو كتير ولا مرة بنقعد بمناسبة اوعى تفكري برعية بمناسبة فنية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية بالبرلمان إلا ما بيكون لبنان هو الطبق الأساسي بكل جلسة حلو كتير مثل ما قلت الطبق الأساسي هيك منحب نكون عم تنهيلنا بقصة شلوح الأرز لحتى نكون عن جد نحن عم نشكر الله عليك وعلى حضورك بلبنان بهالتوقيت بالتحديد وأكيد إن شاء الله يكون لنا لقاءات تانية هيك منحب نكون عم نختم شلوح الأرز قلنا يا عن شلوح الأرز برنامج شلوح الأرز إجا بوقت اللي كنت عم بعمل بروجرامات عن سيدي فيروز وعن بلاد الفنية عن برامجنا الاجتماعية عبر هوا راديو تؤمي ولقدرنا بواسطته كتير انه قربنا عالم بتحب تسمع عن لبنان قربناهم لهالوطن بالبرامج اللي عملناها برنامج شلوح الارز اجا بوقت انا فكرة وجدتها انا بوقت انبثت على بيدرو نت تي في عملت مؤسسة تلفزيونية هونيكي يعني برنامج مدته 40 دقيقة منفوت بنحكي مع رجال سياسي رجال فكر رجال مجتمع رجال اللي اشتغلوا بالشأن العام بالبناء بالبزنس بالتجارة كلهم عم بقول لك ميراي كلهم ببيضوا وجه لبنان هاي هاي هو الجماعة بس إذا إجوا على لبنان أستراليا هي سدني بس عقد مساحة لبنان أكيد هو الجماعة اللي إجوا إذا نواب ووزراء اليوم اخذين اعلى مراكز باستراليا هن النواب ووزراء لبنانيه ورؤساء بلديات عمروا مناطق بكاملها مثلا رئيس بلديه باراماتا بسيدني ما بعرف اذا رحتي او بعد لا بعد نايب طوني عيسى كان قبل هو رئيس بلديه هم برقاشه جاره القديس شربل زلمه مؤمن كثير يعني كيف عم نحكي نحن هلا شو حلو اللبنانيه وين ما نحطه ببيروت عمر منطقه بكاملها اسمها باراماتا اليوم ثاني مدينه بعد سيدني حلو هي رئيس بلديتها نائب تونيسا في نائب جهاد ديب كمان هو ابن طرابلس نائب اشتغل كثير بالجاليه وحمل لبنان بقلبه انا وفي شعار كثير وادباء قلت انا بدي انطلق من برنامج ضوي عليهم واعمل اخر شيء مجلد برنامج توثيقي عن ابناء جاليتنا هول ببيضوا وجه لبنان حملوا لبنان بقلبهم برنامج عمره وقته 40 دقيقه تقريبا انا ما بطلع على الكاميرا ابدا انا بضلني ورا الكاميرا الضيف هو بيطل بيعرف عن حاله بقلب بيته بقلب مكتبه بقلب جنينته بيفرجينا كيف عايش لبنان 100% صرت عامل اكثر من 40 50 حلقه مع ضيوف كبار كلها نواب ووزراء وسياسي يعني ورجل مجتمع وفكر ويعني من كل الطوائف ومن كل شيء يعني شغله وحده بس هي بتجمعهم كلمه لبنان حلو كتير يعني اخر شيء انا بسالهم سؤال بس بطلبه بسالهم سؤال من بعد ما تروحوا من هالدنيا هو سؤال شوي صغير جريء وشوي بيأثر يلا بنكون عم نختم فيه نحن كمان وقت بتروحوا من هالدنيا اي تراب بتحب ينرد عليكم تراب استراليا كتير. او تراب لبنان حلو كتير يعني عم بقول لك 90% من كل اللي استضفتهم وعايشين هونيك واولادهم وكل المجتمع عايشين فيه هونيك كلهم جاوبوا جواب واحد
تراب لبنان. لبنان يسلم تمك. هيدا هو لبنان كتير. العز لبنان الارز. حلو. وهي حبينا ننقله هي الرساله اللي عملتها انا باستراليا. حلو. وانا تعينت بوقت عم تقولي سفير السلام العالمي. نعم سفير بال 2015 وبعدين مستمر، وهي رسالتي الاساسيه. ونحن بالازمه اللي صارت ميري على صعيد الرعايه، بوجه تحيه لسيادة المطران انطوان شربل طرباي ومطراننا، بوجه له تحيه، ولكل الرعايه، رعيه مار شربل، رعيه نعم. سيادة لبنان، رعيه مار يوحنا الحبيب، مار يوسف كرويدن، مار مارون، رعايه بتكبر القلب، يعني عدد مؤمنين فيها بالالاف. حلو كتير. رغم الكورونا كانت العالم عم تحتشد لتجي، كلهم ساعدوا لبنان بهالفتره الثلاث سنين اللي مرقت، ويمكن وصلت كل المساعدات الايمان. حلو كثير. اهم شيء ايماننا. وانا بالنتيجه بقول انه هنيالنا انه خلقنا بهالبلد الرائع القديسين، بلد القديسين، بلد شربل ورفقه والحرديني والخصبين. حلو. نحن بدنا نشكرك ميري. انا اللي بدي اتشكرك، وصدقني اللقاء ممتع معك، ويا ريت يصير لنا بعد لقاءات. وبما انه هيك عم تحكي عن لبنان، نحن بنفتخر فيك انك شخص لبناني، وبنفتخر بكل هالاشخاص اللي هن صفر. انا ما بخلص حكي والله، والله ما بخلص حكي. بنعرف قديشك مشتاق يعني. بس بتعرف في عنا حدود معينه تنكون عم نغني الاشخاص حلقات ورا وأنا حلقات. وانا بقول لها الحمد لله على السلامه للويني. انا انبسطت كثير اجتمعت معك بهالحلقه ميري. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. وتحيه لهالمحطه العريقه، لهالمحطة اللي بعدها مستمرة رغم كل الأزمات اللي عم يمرق فيها وطننا الحبيب لبنان. مريم محطة هيك. نعم. تحية لكم، ورب يسوع يبرككم جميعا. هللويا. هللويا. بعد الأستاذ بدرو نحن ما بقى لنا كلام، بدنا نكون عم ننهي مع القديس شربل، يا غافي وعيونك الله. ونضلنا نكبر بلبنان الله. وبكل الأشخاص يلي بيمثلونا. يعطيكم العافية. تابعوا أخبار لبنان والعالم مباشرة من سيدني أستراليا عبر موقع واحد مميز لبنان إن أستراليا ويب ديلي نيوز. أخبار العالم بين يديك بإدارة الإعلامي بدر الحجي.